هتقفل الباب برق. بص بقى، بسم الله ما شاء الله، ايه كل ده؟ ده
دي أقل حاجة عندي. يلا بقى كل. عذبوك قوي؟ شكلك كان تعبان قوي من امبارح. بس انت عارف انت كبرت قوي في عين المعلم امريكان، وناوي كده يحطك في المكان اللي تستحق. المهانه بتوجع اكتر من الضرب يا مريم. بعد الشر عليك من المهانه، ده انت سيدي الناس كلها. اهو سيدي الناس ده طلع على قفاه لحد ما قفاه شقه. معلش، بكره تكبر وتعلى وتاخد حقك من اللي ضربك الطقطقين. طول ما احنا في الكاردة عمرنا ما هنعرف نرد حاجة، هنفضل مستخبين كده على طول. بدينا اهو بناكل احسن اكل وبنشرب احسن شرب، بس مستخبين زي الفيران في الشتاء. طب اقول لك على فكرة. قول. انت تقرب قوي من معلم امريكي لغاية ما تعمل لك قرشين وتهبط. اللي بيدخل الكاردة وبيكبر فيه لدرجة انه يكسب منه ويبقى له قيمة بجد ما بيخرجش منه الا على التربة. بعد الشر عليك يا غالي. ايه بتبص لي كده ليه؟ كل بقى. بتعملي معايا كده ليه؟ عشان اعجب. على يا حسرة. أعدلك يعني؟ أعدي. شكلك كده نفسك تسمع حد بيقول عليك كلمتين حلوين. لو من أي حد تاني غيرك يا مربت مش عايز أسمع. تسلم لي يا غالي. طب كل دي بقى وبعدين أقول. علشان جدع مخلص وطيب، هو يعني ما يبانش عليك بس والله طيب، وشكلك كده كمان حنين. عارف يا سالك، أنا أمي رميتني في الكار المهم بتاع حدا من بدري. عارف أنا ساعات كنت بحس إنها مش أمي، كانت بتقسى عليا أوي، كانت بتقسى عليا أكتر من أي بنت كانت شغالة معاها، حتى أكتر من البنت اللي بتعمل لها الشيشة. أنا مش عارفة هي كانت بتعمل معايا كده ليه، يمكن عشان كبرت وكبرتها معايا. مش عارفه اذا كانت عايزاني ولا بتغير مني ولا هي اصلا مش امي. لحد ما جه امريكان وكبرها في دماغها انها تسيب القار بتاعها وتخش مع كار المخدرات بفلوسها. اياميها احنا كنا في المعادي وهو كان لسه خارج من اخر حبسه ليه، كان زبون مجرد زبون. بس عارف ايه اللي عجبها فيه؟ انه لما جالنا ساب كل البنات وراح لها هي. ساعتها حصل لها كده حاجه غريبه، حست انها صغرت يجي 20-30 سنه، رجعت مزده تاني، وديت له دماغها وفلوسها، وفي يوم وليلة مشيت كل البنات اللي عندها. وعشان كنت حاسة انها مش امي كنت واقفة وسط البنات مستنية اخد حسابي وامشي انا كمان، لكن ما حصلش. ومن يوميها
وانا قافله على نفسي باب الرجاله ده بالضبه والمفتاح، وبحرمهم عليا زي حرمه الاخ لاخته لحد انت ما اتمسكت. يمكن وانت في وسطينا انا ما كنتش حاسه بيك، يمكن بصيت لك مره او مرتين، ويمكن حسيت بقفشتك عليا لما روحنا السهرة بتاعت الراجل بتاع امريكاني وهو بيعاكسني. اقول لك على حاجه وما تفتنش؟ قول يا مرة. انا امي وامريكاني كانوا مؤكدين عليا ان ابسط الراجل ده قوي وامشي على كيفه على اخر، بس انا بقى لما شفت البصه دي في عينك فوقت له وصحصحت له قوي علشان خاطر اقومه مبسوط من غير ما يطول شعره واحده مني. بس عارف بقى انا ايه الهم اللي شاغلني ومش بخليني عارفه انام؟ حاجه قاسيه قوي بس عادي انها تحصل. ايه يا ترى في راجل يعرف عني كل اللي انا عشته ده ويعوزني زي ما انا عايزاه؟ انت هنا يا حبيبتي؟ ازيك يا طنط؟ ازيك؟ وحشاني. تعلمتي البكش من عمر؟ لا بس كده يا طنط، انا كنت وحشاكي بجد، كنت رفعت سماعه التليفون وكلمتيني. عمر حبيبي انت هنا؟ ايوه انا هنا، انا البكاش. ازيك يا قلبي؟ الحمد لله. في دي بقى يا طنط معاكي حق، وانا جيت لك النهارده عشان اصالحك اهو. خلاص ارمي بياضك بقى. يا جزر. ايه جزر ده؟ هتشوفي. سيب يا حبيب قلبي. يا حبيبي. يا حبيبي ويا روحي ويا قلبي. ايه عمر ده ملوش وجود خالص، كلب بلدي معدي في المنطقه. يا حبيبي انت نور عينيا من جوه. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. كنت فين كل ده؟ بشتغل. اشتغل ايه ده؟ هي مامته وافقت؟ طبعا. مالكيش دعوه بموضوع مامته ده خالص، فريده خلصته خلاص. المهم ان هو موجود وفي حضنك وتربيه بالطريقه اللي انت شايفاها. مش اللي انا شايفاها، اللي المفروض يتربى بيها. ماشي، المفروض يتربى بيها. المهم ان هو موجود. طيب مامته عامله ايه دلوقتي؟ بقول لك ما تشغليش بالك بيها خلاص. الله، هي بس لو احتاجته ويبات مع اخواته كل خميس وجمعه تيجي تاخده وترجعه لك السبت الصبح. هو ده انت عايزاه؟ ايوه. عارف يا واد انت احلى حاجه فيك ايه؟ قولي اي حاجه حلوه كده من الكلام بتاع زمان بقالي كتير ما سمعتهوش. انك قادر تعمل كل حاجه عشان تريح الكل، بتسمع الكل وشايل هم الكل ومحدش شايل همك يا حبيبي. والله فريده يا حبيبتي انا حقيقي ما بتدخلش في حياتكم ولا مشاكلكم، بس عارفه ليه؟ عشان انا متاكده ان انت بتحبي عمر قوي وهتستحملي تعبه. اوعي تزعلي منه يا فريده، لانك لو زعلتي منه مش هيوافق ان احنا نشيل همه، مع ان هو ما بيحكيليش اي حاجه خالص، وانا ده طبعا بيتعبني وبيضايقني قوي، بس برضه بيخليني مصره اني اعمل كل اللي جوايا وكل طاقتي عشان تفضلوا انتوا الاثنين سعداء مع بعض. يا رب يخليكي لنا يا طنط. انت ليه مطمن قوي كده؟ قد انت عامل مصيبه، مصيبه مخلياني مش قادر اقيم عيني في وش اي حد بطلب منه خدمه. انت خلاص دقت بيك، ما لقيتش في الدنيا غير البت الكسر دي. ما تخافش يا حاج، استاذ فؤاد خلص الموضوع خلاص. لا يا عين امك ما خلص، حتى لو ما خدناش حكم فاهم انها ايه، هتعدي جهجهوني كده. هيعملوا ايه يعني يا حاج؟ انا اقول لك هيعملوا ايه. لو ابوه حطك في دماغه الموضوع مش هيعدي على خير. النهارده جاني خبر انه حرك الموضوع في النيابه. امال فاروق سلطان ده مش سهل. جيبها جمايل يا رب. طب انت يا حاج شايف نعمل ايه؟ انا شايف سكه ملهاش تاني، انك تقعد مع عمر. انتوا في الاخر زمايل
وممكن بكلمتين أوانطة تبلفه كلفته. معلش طاطي يا عادل، طاطي المرة دي، أبوك ياما طاطة، طاطي عشان نعدي ونبقى فل، طاطي. وانت عارف الكومي ما بيسيبوش حقهم، بعد كده ابقى خده بالكوميه. طاطي عشانك وعشاني، طاطي عشان ابوك. يعني هعمل ايه يا حاج؟ انا لبست له الوش من اول لقطه. لا اقلعه واشتري بقى، اشتري وانتو وكلمه في الحنين، في الزماله، العيش والملح، اخته بوده، فهمه انك غلط وان اللي حصل ده مش هيتكرر، وكل بق تقوله له دخله فيه الزماله والعيش والملح. معلش معلش، فاهم فاهم عادل، عديها عديها عشان خاطر ابوك لاجل النبي. فاهم حاجه، فاهم. لا ياما ما ينفعش كده، خالتك ماتت يا مرفت، خالتك ماتت. وحدي الله يا احسان، وحدي الله. اتخطفت اتخطفت يا معلم. معلش ياما ياما معلش بقى. ماتت وهي بتصلي يا مرفت، ماتت وهي بتصلي يا اختي. وزعلانه؟ طب دي احلى موتة. احلى موتة. هو في موت حلو يا معلم؟ هو في موت حلو يا حبيبتي يا غاليه؟ بس يلا والنبي اوعي اوعي. ايه بس كده زميلي؟ رايحه فين بس ياما؟ هروح لها بورسعيد، محدش هيدفنها غيري يا مرفت، محدش هيدفنها غيري. تدفني مين يا ولية انت؟ تقبلتي يا حبيبتي يا حبيبتي يا اختي؟ استني بس ياما، انت هتسافري لوحدك ياما؟ مالكيش فيه يا مرفت، عايزه تيجي معايا تعالي، مش عايزه اخليكي بنفسك، خليكي بنفسك. انت بتعملي ايه دلوقتي؟ فين العبايه السوداء يا بنت؟ اهي 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 يا ماما اهي. والنبي اهدي بالله. مش هاهدى يا مرفت، مش هاهدى الا لما تدفنها بايدي يا مرفت، مش هاهدى. تدفني مين يا وليه يا مهبوشه؟ الدنيا مقلوبه بره، والبوليس مستني لك الطم عشان يقفشك ويخلص. خليك في حالك يا امريكاني، خليك في حالك، دي اختي يا اخويا، اختي وماتت، والموت مش كبير يا امريكاني. يعني هروح لها يعني هروح لها؟ يعني انت ياما لما البوليس يمسكك دلوقتي هي هتقوم من موتها وتشفق لك عنده؟ ما ينفعش كده ياما، هتضينا كلنا في داهيه. الهي يا رب يسترك دنيا واخره، الهي يا اخويا يصدر لك اللي يمشي وراك في جنازتك بدل الالف 10,000. الشر بره وبعيد يا وليه. الهي يا اخويا يخفف عنك وجعتك، ان شاء الله يا رب يخليك. شوف لي اي طريقه اخرج بيها من هنا، حرام عليكم يا ناس. بس ويجي الرحمه بس 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 مات الكلام. هو ايه اللي مات الكلام؟ طب ورحمة اختي يا امريكاني، ان ما كنت تشوف لي طريقة اخرج بيها من هنا لانا قطع رسمالي عنك يا امريكاني وعن اي مصلحة بتعملها. وبقى وريني بقى هتتمعلم على مين يا معلم. لو ليه ماتي ايه ماتي، انا مش بقول ماتي الكلام يعني مش هاخده، هوديكي والله هوديكي، بس اهمدي كده وموتي الهبل اللي جواكي ده عشان نعرف نفكر في الازمه اللي احنا فيها، نخرج من الزنقه دي. سيبيني افكر شويه، انا مش متلم على جسمي. حاضر حاضر يا اخويا، حاضر هسيبك تفكر، انا مش حاضر مش هتكلم، هسكت هسكت خالص هسكت خالص. فكرت يا اخويا؟ يا لهوتي يا ولية، انا لحقت لحقت اخد نفسي، لحقت اتلم على نفسي، خلاص بقى اهمدي. احمد يا امريكاني، احمد يا امريكاني، معلش يا حبيبتي، معلش يا اختي، معلش معلش. استني واحده يا بابا. اتفضل. اتفضلي يا رباب. سلام عليكم يا رباب. انا فاهمك كويس ومصدقك، انت عايزه تكسري سمه، لكن مش هينفع، مش هينفع نعملك وانت رايحاله، حتى لو جبنا اذن قانوني وده صعب على فكره، مش هينفع نعملك وانت رايحاله برجليكي، المفروض نأمنك منه لما هو يتعرض لك، مش لو انت اللي تعرضتي له. وانا يعني يا باشا هتعرض له ازاي بس؟ مش انت رايحاله برجليك يا رباب؟
يا باشا لو انا ما رحتلوش هو اللي هيتعرض لي، ساعتها بقى انا مش عارفه هيعمل فيا ايه، هيجي لي كده فجاه في اي وقت وفي اي مكان. يعني انا يا باشا لازم ابتلي بالبلوى وبعدين باجي ابلغ. طب هو هيكلمك امتى؟ بكره او بعده. ماشي، لما يكلمك اتفقي معاه على ميعاد يكون الصبح، لان انا عندي شغل الايام دي كلها بالليل. انا هاجي معاكي بنفسي يا رباب. بجد يا باشا؟ اه بجد يا رباب. مين اللي هيحدد معاك؟ انا يا باشا. والمكان؟ انا برضو بس مش متاكده من دي قوي. مش مهم، يوم هنتقابل بدر انا وانتي ونشوف هنعمل ايه بالظبط. انا مش عارفه اقول لك ايه يا باشا. قولي يا رب. يلا مع السلامه. ها مش ناقصك حاجه يا بطه؟ متشكرين يا معلم. متشكرين يا معلم. قفشه ليه فيا كده؟ كنت هتخسر ايه يا معلم لو كنت خليتني اسافر امبارح؟ كنت هخسر سلامتك، وانت سلامتك عندي غاليه قوي، كان لازم ادبرها صح عشان امنك على قد ما اقدر. يلا يلا بالسلام. مع السلامه. يلا يا بلاه السلام. ها ايه واقف كده ليه؟ مفيش شغلة ولا مشغلة، ما تروح تعمل اي حاجة. حاضر يا معلم، هروح اعمل اي حاجة. لو ما لقيتش يبقى كل تمام يا فندم. الهدف خرج ومتجه للكمين 8. حاول. هدف رقم واحد رجع لمخباه يا فندم. حول. احسن بيمشي. لا 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 ما تدخلهاش الحاج وحياة ابوك، احنا مش ناقصين. امنها في المكتب عندك ايمن. بقول لك ايه، قفل الشبابيك كويس وامنها على قد ما تقدر. ماشي، سافت السكه واكون عندك. يلا سلام. سلام. زي ما انت في مكانك، انا هبعت لك كل اللي تحتاجه. ما تروحش اي حته، بلا صحرا بلا بير. المهم بكره بالليل تكلمني. كلمني في اي وقت يا اخي، بس بالليل. يلا حرص على نفسك. مع السلامه. فين يا معلم؟ معلم امريكاني. امي فين يا معلم؟ امك اتمسكت. اتمسكت؟ يعني ايه يعني اتمسكت؟ ايوه يا امي.
اتمسكت، يعني وقعت في ايدين البوليس. يعني امي راحت خلاص يا معلم؟ ايوه امك وقعت. ليه؟ علشان ركبت دماغها، عشان ما سمعتش كلامي لما قلت لها انها ما تخرجش من هنا دلوقتي. نهار اسود يا امه، يا نهار اسود يا امه ميرفت. استهدي بالله ميرفت، خلينا نفكر. نفكر زي يا سام، بيقول لك امي راحت في حديد. امي راحت يا معلم ولا ايه؟ بس بقى، بس ما حدش يقول لي، بس ما حدش يقول لي. اسكتي، هنعمل ايه يا معلم؟ ان شاء الله انا هكلم المحامي وهيروح لها وهو اللي هيتصرف. طب يلا يلا كلمه دلوقتي. هكلمه يا ميرفت، بس اهدي اهدي شويه عشان اعرف اركز وافكر. تفكر؟ تفكر في ايه؟ انت مش قلت ان المحامي هو اللي هيفكر؟ كلمه يلا يا امريكاني، ولا انت راوي تبيعها ولا ايه؟ طب يا مين يا بنت؟ انت سبلتي، ما تلم لسانك. حطتنا في مصيبة، لو ما خرجتش منها كلنا هنروح في حديد، وأولهم أنا وهي. يا ميرفت، إحنا كلنا في مركب واحدة، والليلة محتاجة نفكر فيها وندبر. وابلع لسانك بقى جوه بقك أحسن، واللي خلق الخل أخليهم ياخدوك يحبسوكي وتولولي وتصرخي بعيد عني. يحبسوا مين يا أمريكان؟ أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ نسيت ان المال ده كله بتاع امي، وان البضاعة دي بضاعتها هي، وان الحال ده حالها. بقولك ايه، انا في الاخر امي اتوقفت لوحدها. ايه؟ انت اتكلم المحامي دلوقتي حالا، لحسن واغل او امي افتح كرشك. ورملة سالك، خد البنت دي من وشي، والا واللي خلق الخل اشرحها بالسكينه اللي في ايدي. تشرح مين؟ انت تسيب نفسك على الاخر ولا ايه؟ اوعى تسيبني. سيبني يا سالك، بقول بس بقى. سيبني يا سالك، سيبني. ربنا ياخدك انت وامك في ساعه واحده. بس بقى، حرام عليك. بس يا ماما ايه؟ بس بقى قلنا الله، وبنت هتقضينا كلنا في داهيه، كلنا في مصيبه. مصيبه ايه؟ مصيبه ايه؟ ما عدتش فايه باي حاجه، حرام عليكم. يا ذلك امي بس اللي في المصيبه، والمصيبه نفسها من تظهر راسها، من اول كبسه ملاها وهي لابسها على شنطتها، العماره بتاعتها والبضاعه اتمسكت عندها في البيت، والظابط اللي اتقتل عشان خاطر بضاعتها، وهو ولا خسران اي حاجه، وامي اتمسكت والبضاعه مع هو. وحاولت تفتكر ان هو جدع كده وهيقف جنبها وابن بلد. لا يا سامي، امريكاني دوات. ايوه بس محتاجها مش اكتر من نفسي يا حبيبي. طب ممكن تهدي؟ ايه؟ اخش له عشان اعرف هو بيفكر في ايه، عايزين نعرف هنتصرف ازاي. اهدي. ها حاضر، هدخله. ماشي يا سالك، هدخل. يا اخويا ما تروح بقى، انت هتقتلني. يا بنت اهدي بقى. الله، طب وغلاوة امك ما تتحركي، عايزين نلم الموضوع كتير. حاضر حاضر يا سالك. وحيد الله بقى. لا اله الا الله، لا اله الا الله. صباح الخير ايمن بيه. تفضل يا باشا، تفضل. ناجي اعمل ايه دلوقتي؟ مستشفى الشرطه، الحمد لله اتلحق. والواد اللي ضربه هرب، ولازم اللي كان معاه اتلخم في الست هانم وصاحبه اللي مرمي وغرقان في دمه. والملازم اللي كان معاه ده فين دلوقتي؟ عازميني في مستشفى الشرطه. استغفر الله العظيم يا رب. هنخلص من العك اللي احنا فيه ده امتى بس؟ هو مين سمعك؟ وراك حاجه بعد الشغل؟
مدام نبيله. مدام نبيله مين؟ حباله محذوف عليا زي البلاوي اللي شايفها دي. موضوع كبير يعني هحكي لك عليه بعدين. انت عايزني في حاجه بعد الشغل؟ كنا عايزين بعد ما نخلص الولايه دي نطلع نزور الراجل اللي تعبان ده. ده لازم يحصل. القهوه بتاعت عمر بيه يا ابني. تمام يا فندم. ناوية تتكلمي ولا هتقرفيني معاكي؟ أنا عايزة أكلم محامي يا باشا. نعم يا روح أمك. أكلم محامي، حقي. حقي مين يا محق؟ والراجل اللي ساح في دمه في المستشفى ده أجيب له حقه منين؟ من اللي ضربه يا باشا. أنت شكلك عايزة تتظبطي من أول وجديد. إهدى يا عمر، إهدى الله يخليك. أنا حاولت هي تطلب الطلب ده وأنا رفضت لغاية ما أنت تيجي، واضح إنه مفهمينها كويس. فين القهوة يا ابني؟ معاك سيجارة؟ حطت ايدك من ساعة ما بطلت. الواد اللي ضرب الضابط بالنار اسمه ايه؟ معرفش، معرفش يا باشا. يعني ايه معرفش؟ السواق اللي كان معاك اسمه ايه؟ انا عايز اكلم محامي يا باشا. وشرف ابويا لو ما قلت اسمه دلوقتي حالا لاكون منسيكي اسمي. وعادي كلب وراح. اسمه ايه؟ علي. علي يا باشا. علي ايه؟ علي محمد بسيوني يا باشا. رقمه كام؟ هو مين؟ المحامي بتاعك. مش حافظه النمره، هو في التليفون بتاعي بس هم خدوه مني اول ما اتمسكت. فين الزفت بتاعها؟ موجود يا باشا. افتحه. جاهز يا باشا. مسجلها باسم ايه؟ حليم. حليم يا باشا. طلع الرقم اطلبه من تليفونك. حاضر يا باشا. ما بيردش على ما احنا لسه وش الصبح. الاهل لسه نايم. وانا مالي اهلي انا؟ اتصل بيه يا ابني احتمال يرد. الو معايا ثانيه واحده. معاكي. الو. الو مين معايا؟ انا ام ميرفت يا استاذ حليم. ايوه ازيك يا ام ميرفت؟ انت فين؟ طمني عليك. انا في الاسم. اسمي ايه؟ اسمي رود الفرج. ايه اللي حصل؟ يعني ما انتش عارف يا ام ميرفت؟ كلميني على اني ما اعرفش. انا اتمسكت وعايزين يحققوا معايا، وانا مش عايزه اتكلم الا لما انت تيجي. انكري. يعني ايه؟ اي حاجه يسالوك فيها انكري، وانا هكون عندك بكره الصبح. ليه بكره؟ احسن يا ام ميرفت عشان اكون عملت اتصالاتي واجي اخدك وامشي على طول، حتى لو حولوك على النيابه. مهم انهم لو سالوك عن اي حاجه انكري، محدش هيقدر يغصبك على حاجه، خصوصا انهم عرفوا ان انت كلمتيني. خلاص. تليفون مين ده؟ ده تليفون الضابط. ضابط مين؟ اسم حضرتك ايه يا باشا؟ وانت مالها؟ جايبه لها عروسه. خلاص 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 مش مهم. اعملي زي ما بقول، لو عملت غير اللي انا قلت لك عليه مش هنعرف نتصرف خالص. حاضر حاضر يا استاذ حليم. حاضر. يلا السلام عليكم دلوقتي. وركزي يا ام ميرفت، ركزي. حاضر يا استاذ حليم. حاضر ان شاء الله. سلام عليكم. قال لك ايه؟ هو دلوقتي في اسكندريه ومش هيقدر يجي غير بكره الصبح. وانا بقى استنى الباشا لحد ما يرجع من المصيف. وانا اعمل ايه يا باشا؟ لا ما تعمليش حاجه، انا اللي اعمل كل حاجه واعمل الوصول كمان. خد على الحجز لحد الباشا ما يشرف. تحت امرك يا عمر بيه. يلا اجي. عمر باشا، ممكن سعادتك طلب؟ ايه يا صاحبي. تستناني بس 10 دقايق واجي مع سعادتك. في حد غيرك هنا؟ لا يا باشا. خلاص استنى ما نرجع او حد يجي يستلم منك. تؤمرني سعادتك. وشرف ابويا تاني، لو الضابط جرى له حاجه ما هيكفيني فيك عمرك وعمر بنتك ميرفت.
يا علم يا واطي يا بلطجية يا ولاد الكلب. ايه ده يا عمر؟ ايه ده؟ هيقعدك ليه اسمه مشرف؟ هتروح فين؟ دول عالم وثقة. يلا باشا. صرف انت صاوي. تحت امرك يا ايمن بيه. واحدة واحدة يا باسل دي علشان أقدر أجمع. الله ده يسيئك. حضرتك بتقول إن آدم باشا هو كبيرنا، صح؟ صح. وإنه عاوز يشوفني أنا. أيوه. وإنت بتطمني إنه مش زعلان مني في أي حاجة نهائي. وأنا في الآخر يعني عارف مآسي. أنا موزع ضمن موزعين كتار، ممكن يكون فيهم اللي أكبر وأحسن مني. وإيه المشكلة؟ المشكلة إني خايف أفرح بخبر زي ده وفي الآخر يطلع مرقد لي وما أعرفش اللي في دماغه إلا لما أروح له. براحتك. الله لا يسيئك بس بيه، عشان خاطري إذا كان عندك دلال عليه خليني زي ما انا والعين ما تعلاش على الحاكم. براحتك يا معلم، انا اروح للباشا الكبير واقول له امريكاني رافض يقبلك. خايف يا باسم بيه. واللي يديك الامان يا معلم. يا باسم بيه، انت ما تعرفش في التيتا هتديني الامان ازاي بس؟ انت هتنسى نفسك يا امريكاني ولا ايه؟ ورحمة ابويا ابدا، راسك ابوسها. انا مش قصدي ابدا يا باسم بيه. طب ده انا بسمعك وكل حته في جتتي بتتنفض. خلاص يا معلم ما تقلقش، انا بقول لك ما تقلقش. الباشا الكبير قايل لي على موضوع كده بيني وبينه ومش عايز يعرفك. محرج عليا يعني، فيها مشكله دي؟ خلاص ربنا يصلح الاحوال. ومطلوب منا سافر امتى؟ على طول كده. ترى يا معلم انت عندك اليوم بطوله تجهز فيه نفسك، وان شاء الله كده تاخد نفسك مع بعضك كده وتتكل على الله على الفجر. اتكل على الله؟ هو حضرتك مش جاي معايا؟ لا انا قاعد هنا عيني عليك لحد ما توصل، وهبات في مصر النهارده. تبات في مصر يا سالك؟ عايز سالك فيه يا معلم؟ هيكون عايزه ليه؟ ده احنا النهارده زرنا النبي، هوصيه عشان يوضب المضيافه الكبيره لحضرتك، تقعد وتريح وتستريح، وبالليل نقعد نتكلم مع بعض، وعلى الفجر نتكل ان شاء الله. لا يا ما تشغلش بالك بيا، انا عارف انا هبات فين. كده ما يصحش يا باسم باشا. ما تعرضهاش بقى يا معلم، انت تطلع على المطار مع حد من رجالتك لوحدك، وفي حد في سينا هيستناك هناك تبعنا وهيقوم معاك بالواجب. ماشي. جرايا يا جدعان، مفيش دور شاي. الله، هو احنا عايشين في صحراء؟ 12 ولد في الكوتشينا ليه؟ تعيد. اه يا سيدي 12 ولد في الكوتشينا ليه يا راجل؟ خلفه كلها ولاد. لا مقشرش يا عم. ايه ده وسرقه؟ بتعملوا ايه يا ولاد؟ معلم امريكاني منور الزمان والمكان. منور المكان برجالته. تسلم يا معلم. سيبنا شويه يا تلجه. بقول لك ايه؟ شوفهم وضبوا الغدا ولا لسه احسن حاجه من طولي. تؤمر كبير. يلا. اقعد يا ابو رملي. طمني على مزاجك. عالي طول ما انت راضي عني يا كبير. عايزك في مصلحه هتعلي دماغ الرضا. رقبتي مش عايزها، انا عايز عينيك. مين يا كبير؟ الست الكبيره مش عايزها تخرج من النيابة. الأستاذ حليم كلمني عشان يطمني، بس قال إن الواد الضابط اللي هي معاه مش هتسيبها تفلفص أرديحي كده. إمتى يا كبير؟ دلوقتي. في الشمس دي؟ ده أحلى وقت عشان ما تجليش. شوف بقى، أنا مستني ألوم الأستاذ حليم لما يتحركوا من النيابة، يعني كلها نص ساعة وديك الرناية عشان تتحرك. طب وهخلع من البعض اللي واقفين بره دول ازاي؟ وانت مالك انت؟ هو انت عليك حاجة عشان تخاف لا قدر الله؟
انا قصدي كبير لو حد قطرني كده ولا كده. اللي يقطرك تكحوله، خد الموتوسيكل عشان تلاعبه وتلاعب الطريق لو كان زحمه. اذا كان كده بقى يبقى تأمر الرجاله تجهز التربه وتقرا الفاتحه. ونقرا الفاتحه ان شاء الله. بقول لك ايه، طب قوم بقى عشان توضب حدتك. اعتبره حصل يا كبير. حبيبي يا ابو رمله. حبيبي يا كبير. عمر بيه، كل المستندات اللي قدام حضرتك بتنفي وجود شبهه علاقه ما بين موكلتي وبين المضبوطات اللي تم تهريبها يوم اقتحام العقار اللي بتملكه بولاء ابو العلا. اما اثنين وهي عقد شقه سكنيه وسطوح ملك رمضان سيد درغام وشهرته بجه، هذا الدرغام قتل يوم اقتحام العقار ولم يتم العثور عليه حتى الان. اما بالنسبه للتعرض للشرطه وضرب احدهم بطلق ناري على يد سائقها، فهناك شهادة زميله اللي كان مرافق لي ان لم يصدر امر منها شخصيا. هذا القاتل الهارب حتى لحظة تاريخه اللي احنا قاعدين مع حضرتك دلوقتي لم يتم القبض عليه. يعني ببساطة كده مفيش جريمة، مفيش مبرر لاحتجاز موكلتي هنا. وكده يا عمر بيه مفيش مبرر ان انت تعرضها على النيابة العامة. والله يا استاذ حليم، موضوع عرضها على النيابة ده خرج من ايدي خلاص. الست دي كانت راكبة مع الراجل اللي ضرب نار، واللي ضرب بالنار مرمي في المستشفى، وده تقرير رسمي بحالته. يعني أنا كده كده لازم أحولها على النيابة، وكل النيابة بقى هو اللي يقرر إذا كان يكتفي بالمعلومات دي عشان يخلص قبلها ولا لأ. عندك حاجة تانية عايزة تقوليها؟ لا يا باشا. أغفر المحضر في ساعته وتاريخه، مضيها يا صوي وابعتها على النيابة. تحت أمرك يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. عمر بيه. خير يا صاوي؟ هي الست دي كده خلاص يعني ولا ايه؟ خلاص ازاي يعني؟ يعني بالطريقة دي كده شكلها هتطلع بكتير بكفالة من النيابة. لا ما تقلقش، العقد اللي انا شفته ده مزور. ارفقه انت بس بالمحضر والمستندات، وانا هشوف مين وكيل النيابة اللي ماسك القضية واكلمه. حاضر باشا. مش هتأخر انا، ها؟ ساعة ولا ساعتين اشم نفسي وارجع على طول، لو في حاجة جديدة حصلت بلغني. أكيد يا باشا. يلا ربنا معاك، سلام. سلام يا باشا.